انا والله بص ربنا يعلم، من اشد المعجبين بالبرنامج وبحضرتك وبالشيخ. الحمد لله. اتفضلي سؤالك. الله حاجة. انا بص انا متجوزه بقالي فتره وبدعي بس للشيخ انا رزقني بالذريه الصالحه، ويدعي لامي بالصحه وبابايا، ويدعي لاخواتي ربنا يديمهم عشان خاطر تعليم والدتي جدا. حاضر، بس كده عايزة وانا الدعاء. انا منتظمه في الصلاه جدا جدا الحمد لله، في الاذكار وكل حاجه، وسوره ياسين زي ما الشيخ بيقولها انتي وكده. متجوزة بقالك كام سنة؟ 3 سنين. 3 سنين ولسه ربنا ما رزقكيش. اه طيب بس انا خالص. منتظمه في الصلاه وكده، بس صلاه الفجر بتبقى تقيله شويه عليا عشان انا بصحى بدري وشغل وكده، فما بقدرش اصليها. طيب فهل دوت مثلا بيقل من عند ربنا من بتصليها الساعة كام يعني؟ تصلي يعني الصبح مثلا 6 7 لما بصحى؟ بعد الفجر. ما طيب بقدرش اصحى في الميعاد اللي هو مثلا من الساعه 3 3 ونص، ما بقدرش. طيب ماشي حاضر، هنرد عليكي يا أميرة بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. قبل الفاصل جالنا اتصال بتسأل، هي أولا بقى 3 سنين متجوزة وما خلفتش لسه، ربنا يعني ما كتبش، وصلاة الفجر تقيلة عليها. والله شوف، انت بنت حلال أيوه وربنا سبحانه وتعالى بيحبك، ها فتعدي بلفظ كده قبل الفاصل وتقولي كويس، وقلت لك تمام تقومي انت مغيره بعد الفاصل، انت اللي توقعي نفسك. يعني ايه قبل الفاصل قالت ربنا ما رزقش، فكان اللفظ صح. بعد الفاصل قلت ربنا طب ما كتبش، كذبتي في الفترة دي، كذبتي ما وصدق كتبش الله. في الفترة. لا لا حول لا، ولا حسبي قوة، بقى، لا حول ولا حسبي قوة بقى، إلا بالله. حسبي بقى. لا ما تحاسبوناش على اللغو الله في الكلام. سبحانه وتعالى، لا احنا بنحاسبك لانك من الاكابر لا أنا لست من الذين يشاروا الأكابر اليهم بالبنان في يا كل عم بقى. حركه وسكون. لا مش طيب للدرجة دي، الله أنا حطوني سبحانه مع وتعالى العوام. كتب من قبل ان يخلق اختنا الكريمه، وقد كتب لها كل شيء، كتب لها الرزق، وكتب لها الاجل، وكتب لها اهي من الاشقياء ام من السعداء، كتب لها كل شيء وكتب عليها كل شيء. فعشان كده ليس من الصحيح ان نقول ربنا ما كتبش، ربنا ما كتبلهاش انما الخلفة في الوقت ده، لا، ما انما ينفعش نقول كده، ما لا تقولوش زال كده. رزق الله لها لم ياتي بعد، ماشي لسه ما رزقتش. ماشي، فنسال الله العلي مسكنا على القدير، الحرف، فعشان كده انا فنسال سالته في الله الفاصل، العلي هو اللي القدير انا قلته ده في صح هذه ولا الساعه هتقف لي المباركه. عليها؟ فعشان نعرف الالفاظ، فقال لي لا صح. ماشي على اتفضل. نياتكم ترزقون. ماشي. فأسأل الله العلي القدير في هذه الساعة المباركة أن يجبرها آمين يا رب. بجباريته، وأن يرزقها ولدا صالحا سليما معافا عاجلا آمين غير يا رب. آجل، وأن يرضها ويرضى عنها، وأن يبارك في زوجها، وأن يجعل السرور في بيتهما، وأن يعينها على الطاعة، وأن يبارك في أمها، وأن يعينها على تربية أولادها، وأن يعين إخوانها على بر أمهم. ماشي، طيب صلاة نروح الفجر. صلاة الفجر. صلاة الفجر الأصل أن ينوي الإنسان أن يقوم للصلاة في الموعد، وأن يبذل في ذلك الجهد، من ضبط الموبايل 30 مرة زي ما احنا بنعمل، فإن وفق لها فذاك فضل من الله عظيم، وإن لم يوفق لها فأرى أنه لا حرج عليه، لأنه بذل الجهد شريطة أن يكون قد نوى أنه إن شاء الله هيقوم، وإن شاء الله باذل الجهد أنه فعلا هيقوم مش هيكسر. طيب اللي بيسمعوا المنبه وما يقدروش، بس بسمعين وما يقدروش، دايما اقول للي بيسمع الاذان او بيسمع المنبه، لو حصل معاك كده وقلت هقوم وما قمتش، اكثر من الاستغفار، فانما انامك كثرت ذنوبك. يا ساتر لان يا رب. كل ربنا وفقك لسماع الاذان او للانتباه للموبايل، يبقى انت خلاص اهو مهيئ للقيام. ايه اللي اثقلك؟ ان ضرب الشيطان على اذنك، ولن يضرب الشيطان على أذن الواحد منا إلا إذا كثرت ذنوبه. فعلى الإنسان أن يكثر من الاستغفار. هقول لك كمان نقطة أستاذة دعاء، بالمناسبة صلاة الفجر بالذات أنا أعتبرها منحة إلهية وفضل عظيم لمن منح إياه، ولذلك أقول دائما لمن منح إياه ولمن كانت نعمة الله عليه في صلاة الفجر، احرص عليها بالكتمان وداوم عليها بعدم الكلام. بالكتمان بالكتمان وعدم بيتحسب، الكلام. بتتحسب دي؟ طبعا تتحسب، قيام الليل يتحسب،
صلاة الفجر تتحسد، كثرة الاستغفار يتحسد، كثرة الصلاة على النبي يتحسد، كثرة ختام القرآن يتحسد، كثرة الصدقات تتحسد. بس الناس بتشجع بعض وبتحب تقول لا أنا لا أحب هذا، أنا لا أحب هذا، إلا أن يكون في ذلك تعليم لأمر ضروري. يعني الأستاذة دعاء بتقول قدامي عشان عارفة أن أنا معايا فلوس وبخيل، فتقول لي والله انت عارف الصدقه يا شيخ محمد هتنجيك من امور كثيره، انت عارف لو التعب اللي عندك ده لو تصدقت ربنا يخفف عنك، يبقى ده تعليم وتروي لي مشهد من حياتها فاتعظ به، لكن ان تحكي عن نفسها هذا امر غير مستحب. ليه بقى؟ ليه؟ لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا الحسد قال لا حسد الا في اثنتين. ايه هم يا رسول الله؟ قال المال والعلم. الاثنين. ربنا ادى العبد مال فهو ينفق منه اناء الليل واطراف النهار سرا وجهرا، والتاني العلم يتصدق منه ويعلمه للناس. فهم دول اللي فيهم الحسد، هم دول اللي فيهم الايه؟ الحسد، او هم دول اللي فيهم الحسد الاعظم.